السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على الضيق الشديد الذي كان على الإمام السجاد، الإمام السجاد أدى أكثر رسالة ممكنة، غيرت رسالته مجرى التاريخ، لا الإسلامي فحسب، وإنما غير مجرى تاريخ العالم. جواب ما أقول الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام، نريد أن نتكلم اليوم عن جانب معروف، وهو جانب أدعية الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام، وهذا جانب كل دعاء لكل إنسان. الأدعية الموجودة في الصحيفة السجادية وفي غير الصحيفة السجادية للإمام السجاد عليه الصلاة والسلام أدعية كثيرة. الواجب علينا أن نقتدي بالإمام السجاد بالدعاء، دعاء يعني ندعو، ونشرا للأدعية. أولا، الإنسان في كل حال من حالاته يدعو، في حالة الرخاء، في حالة الشدة، في حالة المرض، في حالة الفقر، في حالة العدو، في أي حالة من حالات الإنسان يجب على الإنسان أن يمرن نفسه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، ليلا، نهارا، صباحا، مساء، عند الوضوء، عند الطعام، عند التطهير في دورة المياه، عند أي شيء ورد الدعاء عن رسول الله وعن الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام لكل حالة وحادثة، وحتى بلا حالة وبلا حادثة. حتى أكل النهار في كل ساعة دعاء، كذلك في ساعات الليل، في أثناء الليل، في أطراف النهار، في السفر، في الحضر، في الولادة، في المرض، يرزق الإنسان ولد، يشكر الله سبحانه وتعالى أن رزقه أمنا، رفاها، صحة، لا، كل هذا يسمى بالدعاء. الإنسان يجب عليه أن يعود نفسه الدعاء في كل الحالات، وحتى في حالة اليسر، وحتى في حالة الشدة، وحتى في حالة الانقطاع ماكو علاج، وحتى في حالة يرى العلاج. في كل حالة الإنسان يتمسك بالدعاء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم من أكثر الناس دعاء، حتى أن أدعية الرسول جمعت في كتاب، وأنا رأيت الكتاب، لكن الكتاب مخطوط، أحد علماء كربلاء ألف هذا الكتاب، كتاب ضخم ما يقارب مفاتيح الجنان وما يقارب القرآن الحكيم، أدعية للرسول صلى الله عليه وسلم، مخطوط هذا الكتاب مع الأسف. وإلا أكل الرسول وهو أكثر الناس عملا، كتاب ضخم من الأدعية للإمام أمير المؤمنين، أكو أدعية للإمام السجاد، للإمام الباقر، للإمام الحسين، وإلى الإمام المهدي، أكو أدعية في مختلف الحالات، وأكو في القرآن الحكيم وهو أصدق كتاب وأحسن كتاب وأسرع وأكثر الكتب مطابقة للواقع. الله تعالى بالصراحة يقول: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. يعني ما لكم فيني، بس أن دعاءكم هو الذي سبب أن الله يعتني بكم. أما فوائد الدعاء، الفائدة الأولى للدعاء الثواب والأجر. نحن في الحقيقة أعمارنا في الدنيا أعمار من أقصر ما تكون، حتى إذا عشنا في الدنيا 1000 سنة، العلماء يقولون إن عمر الأرض 4000 مليون سنة، 4000 مليون سنة، صور، ولعله أكثر، 4000 مليون سنة. إحنا كنا، يعني إحنا من الأرض، لا شك فيه، من خلقناكم وفيها نعيدكم. فاحسب أنت 4000 مليون سنة قبل هذا كنت موجودا، كنت وكنت،
هذا أي عمر طويل. ثم نأتي إلى الحياة الدنيا 100 سنة، 80 سنة، 60 سنة، 70 سنة، حتى نروح 1000 سنة. 1000 سنة مش في عمر الدنيا، لأننا نموت بعد ذلك بعد 50، 60، 100 سنة، 1000 سنة. وإذا متنا نحن البرزخ كم سنة الله يعلم، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كم سنة البرزخ؟ لعله 1000 مليار سنة. من قال لك كم سنة البرزخ؟ أنا رأيت في بعض الأحاديث أن الإمام الحسين في الرجعة وحده يحكم 90,000 سنة، لأن الأئمة يرجعون كلهم إلى الحياة، والأنبياء يرجعون إلى الحياة، وكل واحد يحكم، والحسين وحده يحكم 90,000 سنة. الله قديم أزلي أبدي. نحن مثالنا في الحياة أصغر من قطرة ماء في هذا البحر، أصغر وأحقر مثالنا في الحياة مهما تصورنا. الإمام السجاد يحكم هذا الكلام. الإمام السجاد في دعاء أبي حمزة يقول: وما أنا وما خطر، أنا شنو أصلا؟ الإمام السجاد يقول لها، وهو حجة الله وبيده مفتاح الكون، يقول الله: وما أنا وما خطر، أنا شنو أصلا؟ الرسول نفس الشيء يقول: ولو عصيت لهويت. والرسول أيضا يقول صلى الله عليه وآله وسلم في كلمة وكلمة، والإمام أمير المؤمنين يقول، وموسى يقول، وعيسى يقول، لأن واقع الكون فرد شيء إلا يتصور. فحياتنا نحن شيء قصير جدا وجدا. وبعد هذه الحياة نذهب إلى البرزخ، وكم سنة نحن في البرزخ مو معلوم، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. 100,000 سنة، 1,000,000,000 سنة، 1,000,000,000,000 سنة مو معلوم. بعد ذلك نذهب إلى الحشر بعد البرزخ، والحشر كما في القرآن الحكيم 50,000 سنة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هذا يوم المحاكم. فبعد ذلك نذهب إلى القيامة، وبعد ذلك الجنة الأبدية والنار الأبدية والعياذ بالله. الشيء الأبدي الإنسان لا يتصوره أصلا. فالدعاء فائدته الأول الثواب. 50 سنة نحن في الحياة الدنيا، ونحن محتاجون إلى الأكل والملبس والمشرب والحركة والسكون والرفاه. ففي ذلك اليوم الآخرة أو اليوم الذي هو البرزخ أو اليوم الذي هو الجنة، نحن لا نحتاج إلى الثواب والأجر. دعنا كل شيء ماكو بالدعاء، ما نحتاج قطعا نحتاج. فأول فائدة الدعاء الثواب، هذه الثوابات الهائلة الموجودة في كتب الأدعية. من قرأ الصباح فله كذا، ومن قرأ يستجيب فله كذا، ومن قرأ الجوشا فله كذا، ومن قرأ الحزب اليماني فله كذا، ومن قرأ العلوي المصري فله كذا. فالثوابات واقع يليق بالله سبحانه وتعالى، يعني حيث إن الله إله يعطي هذا الثواب. من قرأ الدعاء الفلاني أعطاه الله 1,000 مدينة في الجنة، مبارك، لأن الله بإرادته يخلق 1,000,000,000 مدينة مو 1,000 مدينة. هذا الفائدة الأول من الدعاء وهو الثواب. الفائدة الثانية في الحقيقة الدعاء أعظم المدارس التربوية. نحن كمسلمين ندعو إلى ماذا؟ إلى التوحيد، إلى العدل، إلى النبوة، إلى الإمامة، إلى المعان، إلى الجنة، إلى الصدق، إلى الأمانة، إلى المروءة، إلى الغيرة، إلى الشجاعة، إلى الشهامة، إلى الصلاة، إلى الصيام، كله موجود في الدعاء. وهذا شيء يخص الشيعة به، ويخص هو بالشيعة. عند السنة أكو لكن كلش قليل، وعند المسيحيين أكو أكل من القليل. الدعاء مدرسة كاملة من أول المدرسة إلى آخر المدرسة، يعني من الروضة شروعا، ولا تتخرج من الجامعة وصير دكتور ودكتوراه، كله أدعية. لاحظوا أدعية مفاتيح الجنان، ولاحظوا أدعية الصحيفة السجادية أو البحار أو غيرها، شوفوا ايش كثر اكو دعاء، وكل دعاء اصول دين، فروع دين،
أخلاق، آداب، تربية، اجتماع، اقتصاد، سياسة، كل شيء أقوى من الأدعية واقع. وفي الحقيقة الدعاء هو شيء أنزله الله من السماء للأرض، لأنه مدرسة سيارة معك بصورة بسيطة واضحة سهلة وعلى طول الخط في بيتك. إذا أردت أن تعرف الإسلام من أوله إلى آخره في مفتاح موسى. بل إذا شككت بين الاثنتين والثلاث ممكن الدعاء موجود، لكن الأصول والخطوط العامة والفكرة الكونية والحياة وكل شيء موجود في الدعاء. هذه هي الفائدة الثانية للدعاء. الفائدة الأولى فائدة الثواب وهو أهم شيء. الفائدة الثانية فائدة أن الدعاء مدرسة سيارة ومدرسة سهلة ومدرسة تربوية وعلى طول الخط موجود هذا الشيء. هذه الفائدة الثانية للدعاء. الفائدة الثالثة للدعاء، الدعاء إيحاء. اللهم أغني كل فقير، هذا يوحي إلى نفسك بإغناء الفقراء. إغناء الفقراء، مو تعطيهم خبز، مو تعطيهم مرض، مو تعطيهم عيش. اللهم أغني كل فقير، يوحي إلى نفسك هذا الشيء. القتلة يوحون إلى أنفسهم بالقتل، المتدينون يوحون إلى أنفسهم بالديانة، الصرافين يوحون إلى أنفسهم بالمال. هذه إيحاء، إيحاء يعني يكرر على نفسه، يكرر 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 حتى تكون نفسه كقطعة من هذا الشيء. كل إيحاء، الأدعية كلها إيحاء، إيحاءات نفسية، إيحاءات نفسية بأجمل معاني الخير والفضيلة والتقوى وأجمل معاني الإنسانية. إيحاء. ولا تجعل عيشي كدا كدا ولا ترد دعاي علي ردا. هذا لا يوحي إلى نفسك أن لا يكون عيشك كدا كدا. وانصرنا على من ظلمنا، ما يوحي إلى نفسك يجب أن تنتصر على من ظلمنا. وألف جملة وجملة في الأدعية إيحاءات. أكون شكل إيحاءات أكثر، وأخذ أي دعاء إن كان، أي دعاء أكبر إيحاء للنفس بمعاني الخير والفضيلة والجمال، ولا يوجد مقام آخر شيء. ولذا في الحقيقة نحن الآن ولو ذهبت عنا الدنيا إحنا المتدينين، لكن لاحظ المتدينين هم أقرب الناس إلى الإنسانية في آدابهم، في سلوكهم، في أعمالهم، في حركاتهم، في تفكيرهم، في اتزانهم. إذا ذهبت إلى المحاكم تشوف أقل هؤلاء الذين يحاكمون هم المتدينون، أقل أقل من قليل. يعني إذا 100 واحد يحاكمون إلى المحاكم حول قضايا السرقة والاختلاس والنزاعات العائلية، تشوف 90 منهم مو متدينين، 10 إلى 5 منهم متدينين، وهذا 5 قليل، مو 5، مو 5%. وإذا ذهبت إلى السجن نفس الشيء، وإذا ذهبت إلى المستشفيات للأمراض العصبية والعقلية نفس الشيء. أبدا المتدينون قلنا ولو أنه ذهبت عنهم الدنيا بالسوء تصرف خبرائهم وزعمائهم، لكن إلى اليوم هم أقرب الناس إلى الفضيلة والتقوى والإنسانية في جميع شؤون الحياة. هذا هو الشيء الثالث الذي يعطينا الدعاء. الشيء الأول الثواب، الشيء الثاني مدرسة تربوية، الشيء الثالث الإيحاء، الشيء الرابع في الدعاء أنه أفضل بلسم للإنسان. والعياذ بالله أخذوك وسجنوك سجنا أبديا في غرفة منفردة، أنت يقينا تجن إذا لم تكن مع الله. يا أنيس المستوحشين، إذا كنت مع الله كأنه مو إنسان معك، كأنه قوة قاهرة معك. هذا لا، لا سمح الله أنت ابتليت أو زيد ابتلي بمرض عجز الأطباء عن علاجه وقالوا أنه ما عندك علاج
حتى تموت بعد 3 اشهر 4 اشهر 5 اشهر 6 اشهر ما هو هذا الشيء. اكبر عزاء لهذا الانسان هو الله والاتصال بالله سبحانه وتعالى. هذا اكبر عزاء واكبر تسليه، لانك اذا ربطت بالله تعرف ان هنالك قوه تتمكن من انقاذك مهما كانت. ظروفك شديده او انك فقير فقرا مدقعا وما عندك علاج، انسان عقيم وعشرات الاشياء من هذه الامور، من ينجي الانسان؟ أقلا إذا ماكو نجاة خارجية أكو أسوة وأكو بلسم وأكو اطمئنان، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا لا شك فيه أن الإنسان المتصل بالله سبحانه وتعالى هذا الإنسان يقين تكون فجائعه ومشاكله وآلامه جزء من مليون جزء من الإنسان المربوط بالله سبحانه وتعالى. الدعاء من فوائده هذا الموضوع، وهذه هي لها من فائدة. شلون فائدة كبيرة أن الإنسان يعرف أنه يصل بمن بيده كل حل، هذه هي الفائدة الرابعة للدعاء، الارتباط بالله. الفائدة الخامسة للدعاء في الحقيقة أكو أشياء لا تحلها إلا الله. هسه إحنا كل شيء يحل بأنفسنا، إذا كان كل شيء منا تحل بأنفسنا ما كانت لنا مشاكل. الله كل شيء بيده، وإنما بيدنا أشياء صغيرة بسيطة فقط وفقط. هذه الأشياء الصغيرة البسيطة بأيدينا نحن. إذا حقيقة الإنسان راح إلى الله، الله يقضي حاجته. كذب قاضي الحاجات؟ كذب أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ خلي 100 طبيب يقول لك ما يصير عندك ولد، وكل قطرة من الصحة ما يكون في جسدك، يا الله خلص كل شيء. هذا أينا لم يجرب هذه الأشياء؟ كلنا جربنا، لا شك فيها. أنا ما أقول أن الدعاء بالمية مية، لا، الدعاء بالمية 90 بالمية 80 بالمية 70 بالمية 50، كل شيء بيد الله لا شك فيه. مو بس إحنا المتدينين، حتى اللادينيين يعرفون أن هناك قوة كونية هي المسيطرة. الدعاء تؤثر هذا التأثير. هذه هي الفائدة الخامسة للدعاء، الثواب، المدرسة، الإيحاء، التأثير النفسي، حل المشاكل، وهذا هو الفائدة الخامسة. نعم، يجب أن لا يشتبه. الحديث الشريف يقول: الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر. مو فقط الدعاء، دعاء وعمل، هذا لا شك فيه. يدعو ويعمل، مو أنه لا يعمل ويدعو فقط، لا، دعاء وعمل. لأن الأسباب الكونية نصفها الله فوضها إلينا ونصفها الله أخذها بيده، هذا يحتاج إلى الدعاء. أقول بالحديث إن الله سبحانه وتعالى لا يستجيب دعاء أفراد، أحدهم من يجلس في بيته ويقول اللهم ارزقني، الله يقول له فتحت لك أبواب الرزق فاسعوا في مناكبها وطلبوا من رزقه، الله لا يستجيب له. الشخص الثاني الإنسان الذي عنده زوجة تؤذيه يقول اللهم خلصني منها، الله يقول له جعلت طلاقها بيدك، إذا لم تردها طلقها. لا نقول نحن الدعاء بلا عمل أبدا، لكن نقول أن نصف الكون مربوط بالدعاء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم،
إذا ما قعدتم دعاء صح الله ما كان يدير لكم بار بالفعل لنا الله ما يدير لنا بس ما ظهر لنا دعاء انتهى الدعاء من بلادنا بس أنه بقي لجماعة من العجز من الكسالى أو في شهر رمضان فقط أو في دعاء اللي يقرأ وهو لا يعرف شنو مضمونه اللهم تركنا وشأننا. الإمام السجاد في أحلك الظروف كان يتمسك بالدعاء إلى جنب العمل. نحن يجب علينا أن نتعود على هذا الشيء. دعاء الصباح الإمام أمير المؤمنين كان يحتاج إلى الدعاء؟ نعم. الرسول كان يحتاج إلى الدعاء؟ نعم. حديث جوشان وهو هذا الحديث الطويل اللي أقل تقدير إنسان ساعة يقرأه شأن نزوله أن رسول الله كان في حرب وكان عليه جوشن ثقيل درع ثقيل قد ألمته ألمت رسول الله فنزل جبرائيل وقال يا رسول الله اقرأ هذا الدعاء لتخفيف الألم عنه وهو بالحرب ويتبين أنه في ساعة الحرب لأنه إذا كان في الخيمة ما كان يلبس الدرع كان يخلي الدرع يتبين أنه في ساعة الحرب فقرأه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الدعاء الطويل اللي موجود في مفاتيح وغير المفاتيح اللي فيها ألف اسم من أسامي الله تعالى وهذا الدعاء من المجرد حقيقة دعاء يستشير دعاء جوشن دعاء المشلول دعاء كوميد وهذا الدعاء الموجود عن الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام من المجرب أنها مؤثرة أيكم جربوا لكن جربوا باستمرارها 40 يوم لأخي يستشير لحاجة شوف الله يعطيك أولياء 40 ليلة يقرأ دعاء الكوميل لأن دعاء الكوميل مخصص ليلة الجمعة ليلة الجمعة أفضل أوقاته شوف الله يستجيب دعاء الإمام السجاد علمنا هذه المدرسة الهائلة لكن نحن يجب أن نعرف قدرها في الحقيقة مفاتيح الجنان أفضل من جميع نفط البلاد الإسلامية عربية وغير عربية نفط البلاد الإسلامية كم سنة 50 سنة قبلها هل أدري كانت بعد 50 سنة ينفذ النفط لا تعيد والأدعية تحل ملايين المشاكل غير أنها توحي ملايين الإيحاء من الضروري علينا التمسك بالدعاء وذكر الله على طول الخط تعالوا معك شغل قول لنا الإنسان في الحقيقة يجب تنورها جربوا هذا الشيء لأن هذا الشيء مما يدرك ولا يوصف على طول الخط قول لا إله إلا الله شوف أصلا تتنور أو ما تتنور تتغير تتغير حالتك أو ما تتغير حالتك على طول الخط اذكر الله ومن عجيب الأمر وهذا شيء مجرد يقولون أن أسامي الله سبحانه وتعالى أي اسم كررته الله يعطيك نفس الصفة يعني تريد أن تكون مثلا غنيا على طول الخط قول يا غني لا يمر لا تمر مدة إلا وأن الله يغنيك يا كريم الله يعطيك الخير هذا شيء مجرد نحن يجب أن نتعلم من الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام هذا الشيء ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى.